مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من برنامج كشك الصحافة، والذي نطالع فيه أهم وأبرز ما قالته المواقع الأخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة لهذا اليوم. ونبدأ من أكثر الموضوعات التي تصدرت صفحات المواقع الأخبارية اليمنية، حيث تابعت المواقع مجريات مشاورات الكويت وعنون التغيير نت. وفد الانقلابيين في الكويت يفجر مفاجأة أمام الحاضرين ويعتذر عن شعار الصرخة ويلتزم أمام الأمريكان بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح ويوضح الأسباب. وقال الموقع أيضا فاجأ وفد ميليشيا الحوثي وصالح في مشاورات الكويت الحاضرين في اللقاء الذي جمعهم مع شانون وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ووكيل وزارة الخارجية البريطانية، حيث قدم وفد الانقلابيين اعتذارا شديدا عن شعار الصرخة الذي ينادي بالموت لأمريكا وإسرائيل. وقالت مصادر دبلوماسية حضرت الاجتماع في تصريح خاص للتغيير إن وفد الحوثيين قدم اعتذارا كاملا عن الصرخة، مؤكدين أن الشعار للاستهلاك المحلي. وقال المصدر في استغراب: اعتقدت أنهم سيصرخون تعيش أمريكا. وفي ذات الموضوع علق موضوع الموقع بوست حول المشاورات: فشل المشاورات الخلفية بين الحوثيين والسعودية وراء تحشيد الحرب. وقال الموقع بوست: تحركت الكتلة الحربية في اليمن تجاه تصعيد أو تتحرك الكتلة الحربية في اليمن اتجاه تصعيد متوقع دون معرفة الأسباب والدوافع وراء هكذا تحرك من جانب الحوثيين والحكومة اليمنية. ويقول الموقع أيضا: لا يبدو أن خارطة الطريق ستكون تلك العصا السحرية التي يمكن من خلالها حل أزمة البلاد، ومن الواضح أن الحوثيين تنبهوا لحجم تأثير فشل المشاورات الخلفية التي كانوا يعولون عليها. وتتابع الصحيفة ويبدو أنهم موافقون على نقل المشاورات من الكويت إلى الرياض، لكن حليفهم صالح رفض ذلك وقدم رؤية حل منفردة للمبعوث الأممي، وذلك والذي قال إنه سيقدم التنازلات الممكنة. كارثة بحجم إغريقي. تحت هذا العنوان كتب محمد جميح مقاله المنشور تعليقا على ترقيات الميليشيا لعناصر في وزارة الداخلية. وقال الكاتب: محمد علي الحوثي يصدر قرارا بتعيين 146 من مسلحيه ضباطا كبارا في وزارة الداخلية برتبة لواء وعميد وعقيد وغيرها من الرتب العسكرية. تصوروا أن بعضهم لا علاقة له أصلا بالسلك العسكري والأمني. تصوروا أن تتم الترقية من جندي إلى أعلى رتبة في تجاوز لكل ما دونها من الرتب العسكرية والأمنية، وعندما يقال للحوثيين ما تقومون به عيب يسيء لسمعة البلد والسلك العسكري والجهاز الإداري، يردون بأن علي صالح كان يعمل الشيء ذاته. القرآنيون الجدد يتعللون بأخطاء حليفهم لتبرير أخطائهم. ومع ذلك، ومع أنه كانت هناك محاباة لا تنكر في الترقيات في زمن صالح، فإنه لم يحدث أن أخذ شخص من الشارع ومنح رتبة لواء إلا في اليمن الحوثي الجديد. لاحظوا أسماء الجنود الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة لواء وغيرها من الرتب. آخرهم في الكشف علي هادي، رقمه 36. زوروا له رقما عسكريا ثم رقوه إلى عقيد ومنحوه منصب نائب قائد القوات الخاصة. لقد بلغت الجرأة بمحمد علي الحوثي أن يصدر قرارا بترقية إبراهيم المؤيد إلى رتبة عميد رغم تصنيفه مدنيا حسب الكشف. أليست هذه كارثة؟ المصدر أونلاين تابع التفجيرات الإرهابية في حضرموت، وحول هذا الموضوع عنوان: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات المكلة بحضرموت وداعش يتبنى. يقول الموقع في التفاصيل: ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات التي هزت مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت إلى أكثر من 60 بين قتيل وجريح. يتابع الموقع: هزت 3 انفجارات مدينة المكلا أثناء الإفطار استهدفت ثكنات للجيش والمقاومة بسيارات مفخخة وانتحاريين. وقال مصدر عسكري للمصدر أونلاين إن الانفجار الأول وقع في مقر المخابرات بواسطة سيارتين مفخختين كان على متنها انتحاريون، حيث انفجرت الأولى في الحاجز الأمني والثانية في المبنى. ووقع الانفجار الثاني بواسطة انتحاري في ثكنة للمقاومة الشعبية في الجسر الصيني أثناء الإفطار، حينما طلب الانتحاري من الجنود السماح له بالإفطار معهم، فيما وقع التفجير الثالث في نقطة عسكرية للمقاومة قرب ميناء المكلا. أما موقع عدن تايم فقد عنون في صفحته الرئيسية:
تورط قائد عسكري في محاولة اغتيال فاشلة كانت تستهدف محافظ لحج. وعلمت عدن تايم من مصادر عن إحباط محاولة اغتيال فاشلة كانت تستهدف محافظ لحج ناصر الخبجي في مدينة الحوطة بلحج خلال عودته من زيارة ميدانية لجبهة كرش شمال المحافظة. وأكدت المصادر أنه تم زرع عبوات ناسفة في خط الحوطة الرئيس الذي كان مقررا أن يمر منه موكب الخبجي خلال عودته، إلا أنه تم الكشف عن العبوات وأغلاق الخط. وتشير المصادر إلى احتمال تورط قائد عسكري كبير في محاولة الاغتيال. كارثة النادرة، أثوار اليمن لا تكفي. تحت هذا العنوان كتب وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان مقاله عن واحدة من أكثر الجرائم التي ارتكبتها الميليشيا دموية. وقال الكاتب: حزنت إلى درجة الاكتئاب بعد أن رأيت صور ضحايا النادرة الثمانية. من ذلك الغبي الذي أمر وقتل وفجر؟ أعرف النادرة وأعرف أهلها وأعرف وادي بنا بشكل عام قرية قرية. أهل وادي بنا مثل سيل وادي بنا لا ينقطع طوال السنة، حياة وحيوية وسلاما. أهل وادي بنا مثل سبايا وادي بنا، أهلنا هناك أكرم الناس وأطيبهم. أكبر سبايا يمكن أن تراها في حياتك ستراها في وادي بنا، قطرها متران. الوادي اليوم مروع بجريمة قتل أبنائه الأبرياء الثمانية في فجر رمضاني اهتز له عرش الرحمن. لذلك فإن الحل القريب هو شريعة الرحمن. لا يمكن أن يكون ذبح الأثوار حلا يا جماعة. لا تكفي أثوار اليمن ولا أثوار أثيوبيا معها. هذا دم اليمن، دم النادرة، دمنا. هذا دم الإنسان الذي حرمه الله، وهو غير دم الأثوار والغنم. الكارثة فظيعة وكبيرة، لكن حلها بسيط وموجود. حكم الشرع والقانون هما لا يتعصبان لأحد. القانون الذي يجب أن يحكم الجميع، وبين الجميع تذكروا أمهات الضحايا. إذا فعلتم فإنكم بدأتم بالفهم. إلى موقع الصحوة نت والذي عنون في صفحته الرئيسية: قنصل اليمن بجدة يفتتح مركز إصدار جوازات السفر لحاملي هوية زائر. وقالت التفاصيل: افتتح القنصل اليمني بمدينة جدة السفير علي العياشي مركز إعادة الأمن لإصدار جوازات السفر لحاملي هوية زائر. وأوضح العياشي أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الثانية من متطلبات تصحيح أوضاع اليمنيين من حاملي هوية زائر إنفاذا للأمر الملكي. وأضاف أنه تم تنظيم حجز مواعيد استقبال المراجعين للحصول على الجوازات إلكترونيا، ولن يتم استقبال المعاملات بالطرق التقليدية، وأن هذه العملية ستستمر حتى يحصل جميع حاملي هوية زائر على الجوازات والإقامات النظامية. وإلى موقع يمن مونيتور في عنوان ورد في صفحته الرئيسية: محافظة مأرب اليمنية تستقبل 1,350,000 نازح بسبب الحرب. وينقل الموقع عن مسؤول حكومي قوله: محافظة مأرب شرقي اليمن تحتضن 1,350,000 نازح لجأوا إليها من محافظات مختلفة هربا من الحرب. وذكر عبد رب مفتاح وكيل محافظة مأرب في أمسية رمضانية كرست لمناقشة أوضاع النازحين في المحافظة أن تدفق النازحين إلى مأرب يتطلب بذل المزيد من الجهود لسد احتياجات الناس. ويتابع الموقع أيضا: تسببت الحرب التي شنها الحوثيون وقوات الرئيس البخلوع على المدن اليمنية وتدخل قوات التحالف العربي فيما بعد لردعهم بنزوح 2.8 مليون يمني وفقا للإحصائيات أممية. وقبل مطالعة أهم ما قالته الصحف العربية مشاهدينا، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. الأهداف والمطالب محددة وواضحة. إسقاط الجرعة ليس الهدف لا احتلال صنعاء ولا الهدف ابتلاع صنعاء. لا يبالون بأن يجوع الناس، بأن يعانوا، بأن يتعبوا، بأن يمرضوا. شردنا من بيوتنا، شردوا يا لنا، شردوا ربي، لا سمعة ولا سمع ولا
هذا هو أمر طبيعي أن نقول للظالم لا، أن نقول أوقفوا الجرعة، أن نقول ارحلوا، أنتم لم تقدموا شيء لهذا البلد. سنعمل من أجل خدمة المواطن مهما كانت الظروف وكيفما كانت. نعود الترحيب بكم مشاهدينا الكرام ونصحبكم في جولة بين أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم. البداية من صحيفة عكاظ السعودية والتي علقت حول مشاورات الكويت وقالت نقلا عن مصادر مطلعة يمنية توقعاتها بأن يسلم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ود الشيخ رؤية إلى الأطراف اليمنية ومنحهم إجازة أسبوعين. وأوضحت المصادر أن ولد الشيخ سيقدم خارطة أمنية لتنفيذ القرار الأممي 2216 بوجود توافق أولي عليها، سيتم منح الأطراف اليمنية إجازة أسبوعين للتشاور مع قياداتها والعودة للتوقيع على الاتفاق النهائي. وأشارت المصادر إلى أن اللقاءات بين ولد الشيخ والأطراف اليمنية بشكل منفرد مستمرة وتتطرق لقضايا كثيرة سواء المعتقلين أو الجوانب الأمنية أو عملية تسليم مؤسسات الدولة. وتؤكد الصحيفة السعودية أن هذه الخارطة أتت وفقا للمرجعيات الثلاث، منها المبادرة الخليجية والقرارات الدولية ذات الصلة ومخرجات الحوار الوطني، إلى صحيفة البيان الإماراتية والتي قالت الحوثي يوزع رتبا عسكرية على مسلحيه. وتقول الصحيفة في التفاصيل أصدر رئيس ما يسمى باللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثيين محمد علي الحوثي قرارا بمنح 146 عنصرا من الميليشيات الحوثية رتبا عسكرية مختلفة في وزارة الداخلية. وقال مصدر يمني إن الحوثي منح الرتب العسكرية لعناصر تتبع ميليشياته معظمهم لا علاقة له بسلك الشرطة أو السلك العسكري. وشمل القرار منح شخصين رتبة لواء و115 شخصا رتبة عميد، وتوزعت بقية الترقيات بين رتبة عقيد ورائد ومقدم ونقيب. والجدير بالإشارة هنا أن دفعة الترقيات التي تتكون من 146 هي من أصل 600 من المتوقع أن يتم ترقيتهم خلال الفترة المقبلة. أما صحيفة الخليج فقد عنونت في إحدى صفحاتها الداخلية بن دغر يستنكر تصرفات مسيئة في عدن اتجاه قادة مقاومة تعز. وتقول الصحيفة في التفاصيل استنكر رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر التصرف اللامسؤول الذي تعرض له أعضاء المجلس العسكري والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز أثناء تواجدهم في عدن من قبل مجاميع عسكرية. وأجرى بن دغر اتصالا هاتفيا مع قائد محور تعز العميد يوسف الشراجي، أكد خلاله أن قيام مجموعة خارجة عن النظام والقانون بتصرفات مسيئة تجاه قادة المقاومة بتعز لقيت استنكارا واسعا من جميع المكونات السياسية الذين ينظرون إلى أبناء المقاومة في تعز كرفاق سلاح. وقال بن دغر إن معركة المقاومة واحدة في كل الأراضي اليمنية وعدوها واحد، ولا يجب أن تعكر صفوها مثل هذه التصرفات المستهجنة. المخلوع يظهر على المسرح. تحت هذا العنوان كتب سعيد السريحي مقاله المنشور في صحيفة عكاظ السعودية. وقال الكاتب لم يكن ينقص المشهد اليمني إلا أن يقفز المخلوع صالح أمام شاشات التلفزة مهددا ومتوعدا ومقترحا حلولا وطارحا مبادرات ومدينا من يشاء ومبرئا من يشاء. لم يكن ينقص المشهد اليمني إلا هذا كي تكتمل ملامح العجز الذي بات عليه مجلس الأمن حيال الأزمة اليمنية، مهما تظاهر بالتمسك بقراراته وغير ممثليه وعقد جلساته وأبدى أمينه كعادته انزعاجه وارتحل من أقصى الأرض لأقصى الأرض كي يدعم المباحثات ويحرك المواقف. لم يجد صالح في قرارات الأمم المتحدة التي جردته من أي مكانة تمنحه حق التحدث باسم الشعب اليمني بعد أن كان الشعب اليمني قد أطاح به وجعلته تحت طائلات العقوبات التي لا يجرؤ بعدها على الوقوف على منبر. لم يجد ذلك الرئيس المخلوع ما يثنيه عن خطابه طارحا نفسه ليس باعتباره يحمل حلا بل باعتباره هو نفسه الحل. التناقضات
التي تتعثر فيها الأمم المتحدة هي ما يمنح صالح الجرأة على ذلك. وحين عاملت الأمم المتحدة جماعة الحوثيين باعتبارهم طرفاً سياسياً يتمتع بنفس الحق الذي تتمتع به الحكومة الشرعية في اليمن، رغم أن القرارات الصادرة من مجلس الأمن لم تخرج بها عن أن تكون مجرد عصابة يتوجب عليها تسليم السلطة والأسلحة والمؤسسات للحكومة الشرعية. إلى صحيفة القدس العربي والتي تابعت أحد الموضوعات وعنونت: وعود حوثية بإطلاق سراح صحفيين مختطفين قبل العيد. تقول الصحيفة نقلا عن مصادر مقربة من أسر الصحفيين المختطفين لدى جماعة الحوثي أنهم تلقوا وعودا بالإفراج عن ذويهم المختطفين قبل عيد الفطر. وقالت أم الحارث عمران وهي قريبة أحد الصحفيين أن الحوثيين وعدوهم بإطلاق سراح الصحفيين المختطفين قبل العيد، متمنية أن لا ينسى الحوثيون أنهم اعترفوا بوجود صحفيين ووعدوا بإطلاق سراحهم كونهم صحفيين وليس عليهم أي تهمة. وتفيد أن أقارب الصحفيين لا يعرفون شيئا عن صحة أقاربهم المختطفين بعد الإضراب. أما صحيفة عربي الجديد تابعت جهود بان كي مون في التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية وعنونت: اليمن 3 سيناريوهات في حال فشل بان كي مون. تقول الصحيفة في مقدمة سيناريوهات الفترة المقبلة: يأتي احتمال أن تستمر المشاورات على وتيرتها الحالية وأن يجري رفعها إلى ما بعد عيد الفطر إذا لم يتم التوصل إلى حل خلال أسبوع من اليوم، ولا يستبعد أن تطول الإجازة. أما جانب آخر يبرز احتمال أن نقل الحوار إلى السعودية كأحد السيناريوهات المطروحة للفترة المقبلة، والتي أعلن الرئيس المخلوع رفض حزبه المؤتمر الشعبي العام لهذه الخطوة حتى ولو استمرت الحرب عشرات السنين. وجاء هذا التصريح بالتزامن مع تسريبات بوجود رغبة سعودية في أن تنتقل المفاوضات إلى الرياض. وبين احتمال الفشل أو الاستمرار على ذات الوتيرة ونقل مقر التفاوض إلى الرياض، يبرز سيناريو ثالث هو أن يجري التوقيع على اتفاق مبدئي في الكويت ومن ثم يجري استكمال المفاوضات في السعودية. استبداد واستقرار أم حرية ودمار؟ تحت هذا العنوان كتب العراقي مثنى عبد الله مقاله المنشور في القدس العربي، وقال الكاتب: التحديات التي تواجه الهلال الخصيب اليوم ليست حالة عدم الاستقرار وحسب، بل هو يتجه بصورة سريعة نحو التشرذم والتفتت على أسس طائفية وإثنية ومذهبية، وأن الحدود السياسية لهذه الجغرافيا لا يمكن لها أن تصمد أكثر من ذلك. فلقد باتت الأصوات التي تنادي بالانفصال والتقسيم أعلى من أي وقت مضى، ولديها الجرأة على الدعوة بذلك علنا، بل إن لها أنصارا ومؤيدين من كل الطبقات الاجتماعية، تقريبا إلى الحد الذي بات فيه الصوت الوطني بعيدا جدا عن التأثير وخجولا في مخاطبة الآخرين بما يؤمن به، لأن الكثير من الطبقات الاجتماعية أصابها اليأس التام من عودة الاستقرار، وبالتالي باتت مراهنة المواطن على عناصر لم يعرفها سابقا معللا نفسه بالحصول على الاستقرار من خلالها. فهنالك اليوم قطاعات شعبية واسعة باتت لا تؤمن إطلاقا بطريقة العيش المشترك التي كانت تعيشها، وباتت تعتقد أن حصولها على الاستقرار يكمن في ابتعادها وانعزالها عن الآخر، كما باتت الحالة الطائفية في المنطقة قابلة للعيش ومتوالدة، وأصبح لها منظرون ومفكرون يدعون إليها مستغلين هذا الاتجاه المشوه لحق التعبير تحت مظلة ما يسمى بالحريات المدنية. إننا هنا لا نثقف باتجاه تمجيد الاستبداد السياسي والكبت القاتل للحريات الذي يقضي على كل حالة إبداع في المجتمع. لقد استعمل الاستبداد الدولة كأداة للبطش والتنكيل والقمع السياسي، لكن المستبدين لم يكونوا يعتبرون الدولة ملكهم، لذلك لم يتركوا شيئا عندما رحلوا. بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه. نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور.